نقدر نستخدم الذكاء الصناعي في إن هو يساعدنا في عمل بروفايل كويس، في إن أنت تظبط صفحتك على لينكدين. يعني أنا على سبيل المثال ممكن تقول له أنا شغال مثلا مصمم جرافيك مثلا وعايزك تحط لي الأباوت اللي أنا عايزه في لينكدين، تمام؟ كان graphic design تمام. هو بيقول لك ده سهل جدا ان انا اعمل لك الجزء بتاع about واكتب الكلمه دي، بيديك هو بقى شويه ملاحظات عشان تكتب حاجه كويس. بيقول لك حط لينك اعمل انا عايزك انت تساعدني. هيديك امثله للحاجات المكتوبه كجرافيك ديزاين. طبعا ما تاخدهاش كوبي بيست، يعني انت ممكن خبرتك 10 سنين فتلاقيك انت في 5 تروح واخدها 5، لا يعني فاصل، يعني خليها 7 8، تمام. انت بقى تبدا تشوف هل محتاج تعدل، ممكن تكون انت مثلا بتشتغل برنامج جيمب بدل فوتوشوب، انكسكيب بدل اليزيتور، وهكذا. تبدا تشوف ايه الحاجات اللي مناسبه ليك، فهو كده بيساعدني. فتبدا تشوف مثلا سيكشن تاني مثلا هتمشي بروفيشنال، يعني ممكن about ممكن مثلا honor and awards، يعني تقدر تشوف ايه الحاجة اللي هو ممكن يكتب لك فيها كإكزامبل. what skills should I write بيقول لي في شوية مهارات لازم تبقى كويسة إن يكون عندك، إن أنت تكون خبرة في برامج الديزاين. فكتب لي هو الحاجات اللي أنا ينفع إن أنا أكتبها، فتقدر تنمي صفحتك على لينكدإن وكذلك البروفايل